السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي وراكسن خيارتنا داوري سايد الكيمبا ملكستو الجوكتان كسر دوادا مركلة يوميد كميدا برامشة دانو دي كوغوطرا قلناي ماتو او تلادا تاريق دوناي تايكوبي يلاباتن كبشمي سنة كالاباكو نافر يلاباتن هدبا قضبا مهيما ايينو برامش كان دي كوغوسو قدبين دورنا هدبا برامش كوحينو كغهال دي دورنا محاكسو كورناي باريتان كي سعودي يكوساب سنة بربركة دياردي مدحوينه ودك إيران إبراهيم رئيسي يوفدقي لسعودي هدبا ورر عصبو ديرادا أو صوبحي أيان برنامجك إذي كلاو ذاقي دورا أو شيكوين كاسكو صابسن وعشو كلي برنامجك إذي كوغسو قد بين دورا محاك السعودة مقالة قزة قارهان دقالة كرد عيسى عديه لسولا في جبالية يورفا هدبا تفاصيل ينا أرماها كوصابسن دقال كاسي سيدو ودعي برامج كان يدي كله وذاك الدورة قريب تقول طب بس برامج كان روحان يدي كله سوق بين دورة خريطة دي دجال كي الجزيرة إكاد يا رسي ساعده لا صور عفوا هذي تاي جبالية يرفح تانجية ده لك الجوبي حالة دوسي ده تاي إيو حل جانا لدي الله الله يو هل كا إسرائيلي تعيد كود كسوي هين أو مركا أي دجال كوضان هذا بكسور دوا ده مركلة إيو برامج ده نيمات أو تلادار يدي كله ترقلي إنتان برامشك كوچر نرى وحي ورارا شوكرا واريد اللي سعودسين دورا مركا وغور رئيسا وحان شعالا هايبال إنا فافاهين إذا كسيو وراركي وقدن بيي اللغا قريشة كذا باريتان كي كوصاب سنا ديارة دي مدحوينيه إيران إدالي حدبا انتا إنان باريتان كي وحي كسوكر دي إذين قلين وحال شيغا يعني كان دنتي ليرادو إبراهيم رئيسي الله أنه حريستي مدحوينيه إيران وحا أها نن لو دياريني إنو بدلو هقامي ديميتك علي خماني نكالي رادو المرشد الأعلى لرادا هقاميها الروحيقا هقامي ديميتك هقامي ديميتك إيران معناها وقوفا ديانا وحيتاي وأنكا وطنكا نكو آنكا وقوطا بأي اسكره مدحوينها وسير هذا مركز تاو اي هاو قبانيان ويورقليان هدو اقلادو والا سعودسينا هدو سن اقلادو اساس تاس بركا نكا المركا وحلوو ذي ما داما مرشد الاعلى آيات الله علي خماني وننوايير نقضي ومارتي هدا وسيبحيو ما داما نكا ولفتر كيسو لحظني سد احسن جرياي لكن هذا ويرياي ان نكا بوش كاس لوودي وفرصة نكا مركا هالكاسو سعودي كو نكا مركا لنتي وحو أها مدحوينيه سديداد إيران صومرا ومدحوينها كلية إي كدير هذي إنو إسرائيل عمقي جيدا سدرا الأطقي معناها قدها إسرائيل إنو قنطالي الدروني كوارر وحي إساقا كوري وحكورنا عيمي جري عارتاس مركا إبراهيم رئيسي وأنك أمري دوانتا وأويدين وحي قنتال يدرون هالغوير ري إسرائيل نكا مركا أمركا بحيي إنو إسوها مركا وحالي هاي نكا إسوه مدحويناه كو آمدا قاطي هدي بوسك آية الله أو تغو أو كفريستو محيك مارتي كلا كل مكرتا إسرائيل تاسو آلا بدلا لسكويدين waye marka qaybtan marka waxaan uga hadlaynay bal marka hore ninkan inay suuragal tahay in loo dilo awooda xukunka uu haysto iyo waxa mustaqbalka ka iman kara waa suuragal taas waa marka waxa hadda aan maartay halkan idin kaga soo gudbinayo aan idin sharaxayo taas waa marka waa midda koobaad waxa kale oo soo kordhay warbaahinta Iran waxay ku celcelinayaan saacadihii la soo dhaafay oo ay qaadanayaan sheekadan inaysan ka fogeyn Israa'iil iyo Mareykanka inkastoo way cadeeyma cad aan loo hayn oo daliil cad aan loo hayn oo baaritaankii wali uu socdo haddana iyagu arinta meesha ma ka fogeynayaan maxay soo qaadanayaan waxay soo qaadanayaan markii Israa'iil
laweeraray oo ay tiri anagana waa aargoosanaynaa ayaa waxaa telefishinada Israa'iil mid ka mid a oo linaado janaalka 21 waxaa laga waraystay nin jeneraal ah oo aada looga yaqaan ciidanka Israa'iil xog badanna haya. Hadda waa nin weyn oo howlgaba ma shaqeeyo, laakiin waxa Israa'iil ay damacsan tahay ayuu ka hadlay. Marka miidiyaha Iiraan ninkan sababtay usoo qaadanayaan hadda maxay tahay sababta? Markay idiin sheegayaan, ninka wuxuu ka hadlayaa, wuxuu leeyahay argoosiga labuu noqon doonaa. Argoosi iska caadiya waa tii Mareykanka cadaadis saaray oo ma argoosan kartaan iyo waxaas la dhahay, laakiin wuxuu yidhi annagu si dhaba u argoosanaynaa ogaada. Waxaan ku argoosanaynaa tiknoloji aan la fahmayn, meel xun aan Iiraan ku dhufanaynaa, sababtoo ah Iiraan waa waddanka keliya ee gobolka bariga dhexe ku yaalla ee intaasoo weerara isku dayay Israa'iil inuu ku qaado, intaasoo gantaal ku weeraray weligeed ma dhicin. Marka laga reebo hadda ka hor Saddam Xuseen oo dhowr gantaal ku dhuftay Talaabiib, laakiin wixii ka dambeeyey dadkani meel ay ugu xirnaayeen Israa'iil, carab iyo waxa kan iyo wax ka daba hadli kara ma lahay. Marka Iiraan waddo cusub ay furtuulee, marka waa in jawaab technology oo la yaab leh la siiyo, oo weliba Israa'iil miya maaha, laakiin meel halbowlaha ku dhufanayna awli. Marka miidiyaha Iiraan sababta ay warkaa ugu soo celcelinayaan waxay leeyihiin ninkaas waa dhaartay siruuna sheegay waagaas, ma la baciidsan karo hadalkiisa, macnaha hadalkiisa lama fududaysan karayaa. Ninkan technology-gii iyo wixii waa lagu dilay uu lahaa ninkan haddaa loo isticmaalay soomaa. Marka aan dhegaysano jeneraalka uu ka hadlaya waagaas oo dhahaya Iiraan meelaan ku dhufanayna, weliba meelaysan naga filayn oysan annagu aysan na ogaan karin oo technology-ya sare ah ayaan ku dilaynaa wliya, oo macnaha aan ku isticmaalaynaa, nabaraa ku dhufanaynaa. Hadalkiisii iyo waxa maanta dhacayna way iswaafaqsan yihiin eli משהו אחר לחלוטין, הרבה יותר אינטליגנטי, הרבה יותר טכנולוגי, הרבה יותר מודיעיני, קשה לפרט אותו, אולי הוא לא נראה ציבורי טוב, כמו שאמנון אמר על הפוליטיקת פנים, אבל יש בו מסר מאוד נוקב לאיראנים, ובעצם כל הארסנל טילים שלכם יכול להיבלם, אבל את הטכנולוגיה שלנו אין לכם סיכוי, ובעניין הזה הם צריכים ללמוד את מה שקרה פה. אני חושב שיש פה מסר יוצא מהכלל. ninkan marka wuxuu ahaa jeneraal hore oo ciidanka Israa'iil ka tirsan. Hadalkiisaas marka maanta ayuu macno sameeyey. Maalinkaas waa uu iska hadlaa lahaa ma fahmo, laakiin hadda warbaahinta Iiraan waxay leeyihiin ninkaa markaasuu noo sheegay, uu noo sheegay inay shaqo qaban doonaan. Waaye maxay kaloo ka hadlayaan warbaahinta Iiraan oo ay soo bandhigayaan? Warbaahinta Iiraan waxay soo bandhigayaan wixii dhan dib loo soo baaraya, waxa kan raadka meesha ay ku leedahay waxa dhan la keenaya. Haddaba marka 2012-kii Mareykanku muxuu sheegay, oo hadda warbaahinta Iiraan ay dib usoo xasuusinayaan, haddaba waxaa halka ku qoran Mareykanku wuxuu sheegay saldhig ciidan oo kuwa cirka ah Israa'iil inay ka samaysatay Azerbaijan. Haddaba marka waxaan leeyahay warbixin diblomaasiyadeed oo dhinaca amniga Mareykanka ah ayaa waxay xaqiijiyeen in Israa'iil ay markaas samaysatay 4 saldhig oo kuwa cirka ah oo ay ka samaysatay Azerbaijan, waana waxaa loogu talagalay saldhig dhinaca cirka ah, waxaana suuragal ah inay halkaa ka fuliso Israa'iil garaacis military haddii ay u suuragasho inay ku samayso goobaha nukliyeerka Iiraan iyo howlgallo kale. Azerbaijan waa waddanka uu tagay madaxweynaha intaanu dhiman ka hor, xuduudda kala qaybisa Iiraan iyo Azerbaijan, meesha wax laga sameynayo xuduuday ahayd. Xuduuddaas dhinaca Azerbaijan saldhigyadii Mareykanku sheegayey ayaa ku yaalla. Saldhigyada waxaa isla degan
إذن كأزربجان يكو يهودا وعشوك الإيريا ذا سكبوحا سردون كموسان وفرسادا وركوا إسكاكينا مفا وركا وإسكوحرين ميديه إيران وحليه شيء كذا ما كده رأي إسمارتي إسرائيل إسرائيل كما فوق أزربجان صلقية أفرا مريكن كهر أشياء وقرسودية أهلك أويال أولي بها سببت أي أصى ما يستطيع أي تهي إن إيران كوحيا ليس هذا تهي نوكلير كيدا يوحي هذا يماشي أويالا مريكو حليه إيران لفتر كيد ورقنقا قاس ويلا سعت ويأوغي مركا هاوش هاسو مركا هالكاسنا ويماريسا وحي كلو كان ليان ورباهين تا إيران العقبة أما حرير كا قطبة دير اي ادحية مدحوينها أزربجان علييف يرز الوزراء إسرائيل بنمين نتنيا صاحب وعلي أزربجان نكن جوغا علييف لليه وانين حريف أردوغان نصاحبه لي إسرائيل نصاحبه لي أساق عدوي سكوباد وإستقاسين وإسحيستان وإيران دادك أزربجان دقان بدن كود أسل كود واتركي حدنا واداد مسلين أهو بدن كود أي شيعيين دانا أزربجان تو أساس مركا مشكلة دا مركا ماشا كتيرتا waxay door jeer markay isku dayeen Azerbaijan inay toos ugu xirmaan Turkiga laakiin Iran amel dhaxe ku jirta way diid suragal ma aneeda marka nimanka cadaawadaas iyo wax badan iyo aan ka dhaxaysa iyo maaratay dad darisa sidoodaba heshiis ma madaxweynaha Azerbaijan Aliyev iyo wasiirka gaashaandhiga Israel Galant Nikolay يواف غالانت نيكا لليا ونكا مارت وزيركا غاشان نيكا ايا كوان هالكا كويش تخديدكا وحيابها اللغوشين ايه كمتاعي كولاكي او قد بي ميونيخ كرد عوي امنيكا الدنيا دي وحاس لوغا هاد ليه ومراح بضان اي كغيب قصي هالكا سلسوار مركا وحليه ما عشان واسل سلد تخديدكو يخوشاس يو ويسعود نيكا مركا ننتي الله ونحرستي رئيسنا أريتا والله أنا إني وياه وحكروا للشيء يا محوق بدنا لكن مؤامرة داخلية وحليرة معناها مؤامرة جذها ضد أو إيرانيين إكمليين إني هوشة كل غلبه لكن وربعين تحليهن تاب محوق بدنا مؤامرة داسو محوق بدنا صوته وحبلا ضد كجذها جوا مخجران متوا نكن ما دام اللوغ ذي آية الله إنو بدول آية الله معنيه ذا داب بدشت بقرك ودنكا تايواي بقرك ودنكا ذا بقرك أهواي وقعانك ودن باي آية الله إيقا إسكالي مدحوينها إيو قولها وسيره ذي وحكو شقيق بنا يان ويدقالا يان ويدلالا يان لكن قو آمدا واوين إيو ويرر عيدانكو مركو قاضي إيو وحنن إنو آية الله مركا نكن ما دام بوشك آية الله إيقا لوغ ذي آيات الله لفتر كيسو او نكن انو بدله ربي قرو وحلقا يابا اللي يحي او ايرانيين تقودهو دا او بوسك آيات الله ربا اني نكن اسغسية خارجية واسورة قال لكن تاس ما اوود بدنا للي يحي او وح اوود بدن ما وايا مركب باريتان كي هوشيسي محاكا سو كرني واتي حالي اي نوچوكتي اباندولها عيدن كا ايران إنه وعدكم مري إن باريتان دقيق على سماي أو طبع أو وحول بلا بار باريتان كاس مركا محو سماينا يا حقيق وكيريا باريتان كمركا مركو هر خبر هذا إيران يا باريس صندوق ديارده الذي هدي دعين قنطالة دي المسوري دي مارتي ماشي ديارده كل عضي sida u dhacday wax raada oo gantaala miya jira wax raad kala ma jira kulli qaabka wax u baara iyaga yaqaan laakiin hadda waxa socda baaritaan ruushka waalidiisa ay wuxuu u ballan qaaday wixii xog uu helo isaguna
iyadoo la adeegsanayo satellite-yadiisa iyo wixiisa iyo waxyaabo kale iyo wixii khubarada haday u baahan yihiin iyo wixii oo dhan inuu halka isaguna uu diyaar u yahay oo markaa ka caawinayo waaye marka hawshi baaritaanku marka si xawli ah ku socotaa way socotaa maxaa ka socda marka Gaza dagaalkii halkee buu marayaa khariidadii saacadihii lasoo dhaafay jasiira ay ka samaysay dagaalka taangiyada la gubay wixii oo dhan waa ka hadli doonaa laakiin marka hore warbixinada laga qoray sheekooyinka ayaan idin dulmarayaa kooxda kataa'ibul qasaab war ay soo saartay waxay sheegtay inay dhabagal u samaysay oo ay waddada u gashay koox ka tirsan ciidanka Israa'iil oo lugeynaya waxayna ku sameeyeen inay gaadaan oo ay laayaan haddaba kataa'ibul qasaab waxay sheegtay inay u sameeyeen miinooyinka kuwa dadka ugaarsada oo markaa ay u rakibeen ciidanka saayuuniyadda oo lugeynaya waxayna noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay waxaana ay sheekadani ka dhacday saacadihii lasoo dhaafay bartamaha xerada la yidhaahdo Jabaaliya oo ay soo galeen ciidanka Israa'iil dhanka kale Washington waxa ay sheegaysaa oo ay dalbanaysaa Israa'iil in ay degdeg u furto macbarka Rafax ku-xigeenka wakiilka Mareykanka ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa war soo saaray wuxuu sheegay in Israa'iil ay waajib ku tahay inay qaado tallaabooyin marka lagu xaqiijinayo in xaaladda dadka bini'aadamnimada la ilaaliyo ee Gaza haddaba waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay Israa'iil inay sida ugu dhaqsiyaha badan u furto xuduudka Rafax ee u dhexeeya Masar iyo Falastiin halkaas oo ay dhowaan ciidanka Israa'iil ay qabsadeen haddaba mana jiri karto sabab dib loogu dhigo ayuu leeyahay arrintaa waa in markaa la sameeyaa waaye wararkaasu marka wararkii koobnaa inta aan barnaamijka ku jirnay soo dhacay waaye dhanka kale marka waxaan u imaanaynaa Rafax Rafax wuxuu leeyahay ciidanka Israa'iil waxay sheeganayaan inay tadawur ama horumar ka sameeyeen dagaalka ilaa 6 kilomitir dhibic 92 ayay gudaha Rafax ayay galeen u leeyahay waxay tageen meesha la yiraahdo xerada Al-Brazil oo maaratay gudaha Rafax ku taala marka waxay ka tageen oo ay weerarka ka qaadeen macbar Rafax waxayna gudaha u galeen u leeyahay ilaa meeshaas ay tageen 6 kilomitir ay gudaha u galeen marka waxay la kulmeen iska caabin haddana wuxuu yiri isla khariidadii wuxuu yiri qaab kale ayay haddana ciidan kale oo Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa haddana is soo wareejiyay oo dhanka kale ka yimid sida arkaysaan calaamada buluugga ah isla mar kale ayay dhinaca Xayi Salaam iyo waddada la yiraahdo George ayay ka soo galeen marka halkaas wuxuu leeyahay dagaalka ka socda laakiin wax tafaasiil oo badan oo maanta dhacay iyo wax laga gubay iyo wax la soo sheegay ma jiraan u leeyahay intaan markala kulmayno akhyaaray nabadgelyo.